تزامنا مع يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، احتفت عدة جهات بالإمارة كل على حدة، وهم بلدية الشارقة ومؤسسة الشارقة للإعلام وسوق الجبيل بالشارقة باليوم العالمي للعمال، وذلك ضمن استراتيجية تكريم وتقدير الكوادر البشرية المساهمة في مسيرة التنمية بالإمارة. في إطار مسؤولية بلدية الشارقة المجتمعية تجاه كافة الفئات العاملة لديها باعتبارهم شركاء في نجاح مسيرة العمل البلدية، احتفى مكتب تقييم المطابقة والتثقيف الصحي بيوم العمال بالتعاون مع قسم عيادة الصحة العامة عبر تنظيم يوم صحي لمئة عامل من مختلف قطاعات البلدية. اليوم تشارك بلدية الشارقة مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين في يوم العمال العالمي. عندنا جامعة الشارقة، عندنا المركز الوطني لمكافحة الملاريا، ساند، شركة الروابي تقديم منتجاتها الخاصة للعمال، منطقة الشارقة الطبية أيضا. كبلدية الشارقة بين فترة وفترة تسوي لك محاضرة توعوية للعمال ما تخصها في يوم معين. فعاليات الاحتفاء بيوم العمال تضمنت محاضرات توعوية صحية للعمال بلغة الأردو، بجانب فحوصات ضغط الدم والسكري والملاريا وفحص للتدخين والأسنان، فضلا عن معرض صحي متنوع شمل تقديم نشرات وكتيبات إرشادية، وذلك لتعزيز الوعي الصحي للعمال. الفعالية نحن البلدية مسوينها شاملة في الصناعية، تستمر 3 أيام، مسوين مثل فقرات إرشادية للمجتمع أن نوعيهم أن هالعمال نحن نقدر نحن نساعدهم أن ما نخيس المكان، مثلا ننظف الأماكن، الوساخة اللي عندنا ما نعقها أي مكان. بهالطريقة لنا دور أن نحميهم ونساعدهم شوية. كذلك شاركت مؤسسة الشارقة للإعلام بيوم العمال، وفي بادرة متميزة منحت إدارة المؤسسة عطلة استثنائية للعمال عن يوم الثلاثاء، وذلك تقديرا لجهود هذه الفئة وإخلاصهم في العمل. أكيد ما في شك هم جزء كبير ما في غنى عنهم في هذه المؤسسة. نحن في هذا اليوم نقول لهم شكرا 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 عمال مؤسسة الشارقة للإعلام. اليوم أنا فرحان، ثانك يو شارجة تي في، شكرا تلفزيون، شكرا تكريم، هذا دافع اشتغل زيادة. هم عنصر مهم في المجتمع ومن العناصر اللي يعتمد عليها في كل شيء، ونحن سعداء بالاحتفال بهم اليوم. بدورهم حرص مسؤولو سوق الجبيل على مشاركة العمال فرحتهم بيومهم السنوي من خلال التواجد معهم في مواقع العمل من أجل تحفيزهم وتشجيعهم والثناء المباشر على جهودهم في خدمة المستأجرين والمتسوقين والزوار. هذا وتم توزيع وجبات طعام وهدايا تذكارية على العمال ليشكل بذلك دافعا إضافيا لهم. هذا ويمثل الاحتفاء بيوم العمال لدى مختلف الجهات من مؤسسات وهيئات بالدولة جزءا مهما من مسؤوليتها المهنية والوظيفية والمجتمعية، لما يشكله العمال من دور مهم وبارز في تحقيق الكثير من الإنجازات.